فرانكيسي تغيير اتجاه اللاعب في جهة اليمين حلوة باتجاه رياض، تحرك بجانبي كيسي حلو اللقطة خطيرة الرئيس مرب وكيسي تسديده الأول للأهلي، دارسي يسجل أول أهداف الأهلي في الموسم الجديد. كيسي يا جماعة، فرانكيسي يا جماعة، الموهبة دارسي يرقص فرحا بالهدف الأول الراقي، إنها البداية المجنونة للمجانين. في الدقيقة 32 الأهلي يضع البصمة الأولى، يصنع الفرحة الأولى، كل شيء من رياض، كيسي بالقوة ودارسي بالمتابعة والأهلي بالفرحة والراقي في المقدمة، الهدف الأول لمصعد النادي الأهلي بعد عمل كبير جدا من الرئيس. كيسي تأثير كبير ودارسي بالمرتاح حطها في الشباك، الأهلي 1 العروبة لا شيء، بدأ الموسم فعليا لأصحاب القمصان الخضراء من أجل منافسة شرسة وقوية في هذا النادي يا عسري. الآن كرة باتجاه فيرمينو ترك إلى كيسي في مساحة، رياض في الانتظار على جهة اليمين، محرز يتصل إليه الكرة في مكان خطير، رياض مر رياض يحاول داخل منطقة الجزاء وكرة إلى كيسي حلوة، والثاني يا بوبي، الثاني لبوبي فيرمينو خلص الساحر البرازيلي، فيرمينو للثاني آلي، الثاني عن طريق بوبي فيرمينو بعد عمل كبير في اللقطة الماضية، سجل أخيرا النادي الأهلي هدف ثاني لتأكيد الانتصار عن طريق الساحر فيرمينو، بداية مشوقة لروبرتو بعد إلغاء الهدف في شوط المباراة الثاني، عاود الكرة مرة أخرى وسجل الكرة في شباك العروبة ليسجل أفضلية النادي الأهلي بالهدف الثاني. شوف من الأصل زراع الكرة بين فهد الرشيدي وفهد الرشيدي الآخر، وكرة رياض بعمل ساحر وبتمريرة لكيسييف، لم يكن فيرمينو متسللا، وضعها بشكل رائع في الشباك. الأهلي بداية جيدة إلى حد كبير، وانتظار أداء أكبر في الأيام القادمة مع وصول مهاجم وهداف يمكن أن يستغل العديد من الفرص مثل ما حدث في هذه المباراة. عانى الأهلي من ضياع الكثير من الكرات، حكم اللقاء يتأكد مع مساعدة في غرفة الفيديو محمد الحربي وبليغ عن رمضان ما إذا كان فيه خطأ في الأصل على فهد الرشيدي لاعب النادي الأهلي قبل وصول الكرة إلى رياض محرز. راح نشوف الإعادة أكثر من لقطة، هذه الكرة اللي كان فيها لمسة فهد الرشيدي وبعد ذلك استمرت الهجمة، رياض كيسيه وفي الأخير بوبي فيرمينو المثلث.